على لسانك ابو صاحب، والى تقييم لجنه التحكيم ومع الاستاذ فالح الغنامي. يا مرحبا يا نايف، تبقى وترحل. القصيده هذه طال عمرك تمثلنا جميعا. جعل عمرك القصيده اللي في الوطن والقصيده اللي في حكامنا نعتبر يتكلم بلسنتنا كلنا. الله يرضى عليك. الله يصح لسانك، انت شاعر حقيقي من اخوك وحب الوطن شيء فطري. في كل انسان عنده ضمير ويحس بقيمه وطنه يحبه، حتى اللي اوطانهم متخلفه يحسون بانتماء لوطنهم، لانه لا حب الوطن لا يتمثل في غنى وطن ولا في فقر ولا في موقع ولا في مكان استراتيجي. حب الوطن هذا شيء فطري، فمبارك عاد حنا في اعز وطن واشرف وطن ويحكم لنا افضل حكام لله الحمد. عموما طال عمرك انت قصيدك قصيده شاعر حقيقي، ربطت طال عمرك من اول بيت الى اخر بيت، يقول حب الوطن والقياده الشيء لا ريب فيه، عسى عيون ما تغري دارها لا العمى، خطوه بخطوه وننجز شيء للي يليه من فتنة يوم ولا في جنوب ظلمه. قصدك الجديه؟ مشروع الجديه. الله يصح لسانك. صح الله بدنك. وشاعر حقيقي، شاعر مبدع، والجميل في المسابقه هذه طال عمرك انها طلعت شعراء بسنك، شعراء مبدعين، وهذا شيء يحسب للقناه، يحسب للشعر، ويحسب للجنه اللي اختاروك من 100 الى 48. صح الله يسامحك من اخوك. جعل عمرك طويل. شكرا للاستاذ فالح الغنامي. والان تقييم الاستاذ مرهب البقمي. يا هلا وسهلا يا نايف. يا مرحبا ومسهلا. صح الله لسانك وبيض الله وجهك. صح بدنك ووجهك. وانا ولد من بعزمه يصل اللي يبيه، ما هي بلحيه تصير ويمكن ربما وسبعين نعم والله. مالك زود. القصيده ما عليها كلام، دورت عليها ملاحظات ما لقيت شيء. الحمد لله. إيه لكن فيه كلمه هنا يقول خطوه بخطوه ودنج الشيء للي يليه من فتنه يوم ولا في جنوب ظلمه. ودي انك شفت غير الفتنه، لان الفتنه تاخذ اكثر من منحى، ودي انك شفت كلمه غيرها. منحاها مشروع الجديه. الله يطول عمرك. يا الله وجهك. شكرا لك. شكرا للاستاذ مرهب القمي. والان مع تقييم الاستاذ معتق العياضي. مرحبا يا نايف. والبقى. صح الله لسانك. صح بدنك. حضورك طيب. الله يرضى عليك. طيب. الله يرضى عليك. ونشطنا. الله يبيض وجهك. جعل عمرك طويل. قصيدة طيبة، وأنا ولد من بعزمه يصل اللي يبيه، ما هي بلحية تصير ويمكن وربما يبله. تصير وأنا اسمي يشرف ذوي، خليك من اللي قصيدة مثل طلع الكم. هذه فكرة ما حد سبك عليها. جعل عمرك طويل. خليك من اللي قصيدة مثل طلع الكم. الشهادة تشدني هذه. الله يطول بعمرك. الله يطول بعمرك. والله العلي العظيم انها قصيدة مميزة، ولا عسفت ولا كلمة اللي هي الا في العجز، ولا كلمة، كلها كلمات أصلية. وأنت يوم آخر بيت قلت من فتنة يوم ولا في جنوب ظلمة. أنا غلطت قلت ما حصل في ظلمة. إيه مكتوب في جنوب ظلمة وأنت قلت ولا ما حصل في ظلمة. لا هي في جنوب ظلمة. القصيدة طيبة. الله يبيض وجهك. وانت مكسب للقناه ولنا. الله يطول عمرك. محظوظين حنا بتواجدك. اي والله. الله يطول عمرك. بيض الله وجهك. وجهك طال عمرك. شكرا للاستاذ معتق العياضي، شكرا لاعضاء لجنه التحكيم، شكرا لشاعرنا نايف بن عقيل. شاعرنا القادم يعتبر الشعر رساله نبيله، ولذلك قرر المشاركه في شاعر القمه لاثبات شاعر